سلامة دولة. ايه اللي بيضحكك كده؟ امسك يا عم جالك جواب يا دولة. يا سلام، جواب بيزغزغك قوي يعني بيخليك تضحك قوي كده. هتقعد تقراه دلوقتي وتعرف وتعرف. ولا رمزي، انت قريت الجواب ده ولا ايه؟ ايه يا دولة، عادي يا عم. وبعدين مش انا هنا هون يعني بمثابة ابن عمك. بمثابة دي الكلمة دي مش بتاعتك، أكيد قريتها في الجواب، أنت أول مرة النهاردة تقول بمثابة دي. يا دولة يعني بمثابة عم؟ يعني كأن مش شيئا لم يكن يعني. اقرا يا دولة، اقرا وهتعرف دلوقتي. اقرا واعرف ولا؟ أنت عرفت الكلمة دي وما دام أنت بتقول لي اقرا وهتعرف يبقى أنت أكيد قريت، أنت قريت الجواب ده يا رمزي. يا دولة، يا دولة وربنا ما قريته يا عم، أنا سمعته بس. سمعته ايه؟ هو سي دي مبعوج جوه؟ لا يالا ولا، انت ما دام ضحكت قوي كده يبقى اكيد الجواب ده فيه حاجه اذيه ليا، صح؟ صح ان شاء الله. صح صح ان شاء الله. في ايه يالا؟ في ايه؟ يا دوله بقى بص، لو مكسل تقراه يا عم هروح ابعت للواد فتله يجي يقراهولك. ده هو قراه زي البرابانت في القهوه قدام الناس كلها يا دوله، والناس قعدت تسقف وتضحك، ده انا سايبهم بيضحكوا دلوقتي على القهوه. يخرب بيتك، انت بتخلي جوابات الشخصيه تتقري في القهوه يالا، انت اتجننت. طب وايه يعني يا دوله؟ عادي يا عم، ما الواد فتله وحته صبيان المعلمين كلهم بيقعدوا على القهوه ويقعدوا يشتموا بقى المعلمين ويقعدوا. امال يعني المعلم او انت؟ لا ده لازم يتشتم يا دوله ويتقطع فروته. اه وبعدين انت يا دوله سيد المعلمين. يا سلام، بتشتمني وبتثبتني في نفس الوقت. يا ده ايه الحلاوه ده، انا هبهدلك النهارده. اصبر اصبر. يا دوله بقى والنبي بقى ما تقطعش عليا ضحك يا عم بقى. اقعد اقعد يلا، اقعد اقرا كده وتسمعني علشان اقعد اضحك. ويا دوله والنبي ركز شويه على الكوبليه اللي هو بتاع وسأأتي قريبا. سأأتي قريبا بتضحكك. يلا قول يلا اطلع بره. يلا اطلع بره. ماشي ماشي. انا افرجك، ايه اللي ربيتك يا رمزي؟ ماشي يا دول، انا الحمد لله بقى ان انا صورت 50 نسخه، 49 نسخه وزعتهم على القهوه على الناس والبازارات، ومعايا نسخه متشفره يا دول. يا دول اطلع بره بره. استغفر الله العظيم. انا ناقص وسأأتي قريبا. ماشي يا رمزي ماشي. يا نهار اسود، سقاتي قريبا سقاتي قريبا. بابي جاي، الحمد لله سندي وعزوتي جاي. عارفه يا ياسمين بابي جاي؟ ايه بابي جاي؟ بابي جاي هيجيب لك معاه حاجه حلوه يعني يا ماما؟ لا لا، هيجيب لك شويه بنجر بتينو من البلد دي. فشرتي يا اللي من غير بابي. يا قلبي انا حاسه باليتم، انا يتيمه. ايه يا ستي في ايه؟ يتيمه؟ انت جايه تكتشف النهارده انك يتيمه؟ الله يرحمهم دول ماتوا من زمان جدا، وبعدين حاسه باليتم اوديكي ملجا يربوك. خلاص وده هيقعد فين بقى ان شاء الله؟ هو احنا ناقصينه؟ يقعد مطرح ما يقعد، الشقه كلها بتاعته. بقول لكم ايه، انا ماليش دعوه ماليش دعوه، السرير بتاعي محدش هيقرب له ولا ينام فيه. اه وبعدين انتوا ليه فاكرين ان هو هيجي يقعد عندنا؟ يمكن جاي يزورنا ويتكل على الله. وانت ما يعني ما سمعتيش الجواب؟ ما انا قريت لكم 100 مره اهو اهو، ادي الجواب اهو. طب اقراه تاني كده خلينا نحلله. حاضر يا دكتوره التحاليل. حاضر. بصي بديها غباوه ازاي. ازيك يا بنت يا انعام؟ بخير يا بابي. يا بنت ويا بابي، تركب ازاي دي؟ اهي المهم يعني بيطلع حاجات عجيبه عندنا في العيله. المهم انا جاي اعيش هنا، اعيش معاكوا في بيت الواد الهفق اللي اسمه عادل، اللي انت يا انعام شاريهوله بفلوسي لان انا ما لقيتش الفلوس على الارض، واللي مش عاجبه يحط راسه مطرح ما يحط رجليه. راسه مطرح ما يحط رجليه؟ دي حركه صعبه قوي. ده بيقول حاجات مستحيله اصلا. سأأتي بقى اكتر كلمه مضايقاني. سأأتي قريبا، ابعتولي العنوان، المحب لكم دائما جد رواش.
ده بقى مش جاي يزورنا، ده جاي يكتم على نفسنا. ده لو بعتنا له العنوان، بس احنا ممكن قوي ما نبعتلوش العنوان، او ممكن نتوهه، او نبعتله العنوان غلط. بس ده يبقى كذب، والكذب حرام. بصي يا ياسمين يا حبيبتي، جده لو جه هيطلعك من اوضتك وينيمك في المطبخ. بابا مش انت قلت لي في حاجه يا بابا قبل كده اسمها كذب ابيض؟ كذب الابيض، وده هايل ما شاء الله. طب ده شكله ايه؟ كذب الابيض ده بالظبط عامل زي اللي احنا عايزين نعمله مع جده كده، وفي كذب تاني مدور ده هنعمله مع تيتا بعدين ان شاء الله. طب يلا نجرب. انا مش مصدقه ان قله التربيه وصلت بيكوا للدرجه دي. طب ما جده اولادها اولاد التربيه ماشي. ايه ده، هو انا قلت حاجه؟ بس يا بنت بلاش قله ادب. شرب انعام، شرب يو. وبعدين لما بتقولي ان الراجل ده عنده فلوس كتير قوي جاي يقعد على قربيزاتنا ليه؟ حنين بنته وحشته جاي يقعد معاها. حنين ايه بس يا ماما، حنين ايه؟ انت ناسيه وانت عندك 12 سنه بايد وخلع لك سنتين، جايه النهارده تقولي حنين؟ وبعدين يا ماما احنا بنحب جدي وكل حاجه، بس بنحبه من بعيد لبعيد زي القمر كده، نقعد نبص للقمر بعيد وبنحبه من هو بعيد، ما بنروحلوش. الانسان طلع القمر، ايه رايك بقى يا ماما؟ هنعمل ايه؟ هيقعد فين؟ ما انت شايفه الشقه يا ماما، هيقعد فين؟ يا جماعه انا جالي الحل. خالتي سميحة بتاعت امبابة دلوقتي هي قاعدة لوحدها، وجدي طول عمره بيحبها قوي قوي اكتر منك يا ماما. لا بيحبني انا اكتر منها يا ماما. اسره بيحبكم انتوا الاتنين قد بعض، ما تزعليش نفسك. نبعت له عنوان خالتي سميحة بتاعت امبابة، يجي هو من المغرب على خالتي سميحة ويقعد عندها هناك وما يجلناش. هو ده احسن حل سمعته. الحمد لله الحمد لله يا رب، زحمة وراحت من قلبنا. من فضلك ما تتكلميش عن بابي بالطريقة دي. وات بابي؟ بلد جو بياش عقول اسمها بابي. وبعدين اصلا الكلمه دي ما كانتش طلعت وانت صغيره. يا جماعه لو سمحتوا يعني مش ناقصه ان انتوا كمان تتخانقوا مع بعض، كفايه المصيبه اللي انا فيها. يا خساره، مكتوب علينا نسيب حبايبنا ونقعد مع نصايبنا. جاتكم نيله نسايبنا نقعد مع نسايبنا؟ مش انتوا نسايبها؟ خلاص يا ستي والنبي يعني بصوا، مش ناقصين مشاكل بينكم من بعضيكم، كفايه المصيبه اللي جيالي، كفايه المصيبه اللي جيالي. رانيا هو جدي فعلا يعني هيروح يقعد عند خالتي؟ طيب وانا مطلوب مني ان انا ابعت له العنوان بتاع خالتي مش كده؟ اي عادل، وسيبنا نعمل مفلط. بس خالتي سميحه دي اصلا مش سهله خالص، دي اتجوزت قبل كده 5 ورثتهم بوحشيه. بس يا عادل عايز انام. بس ممكن تضحك على جدي يعني لو قعد عندها وتاخد الميراث بتاعه كله، وخصوصا انها خلاص كبرت ما ينفعش تتجوز حد تاني يعني. يلا بكره بقى نبقى نتكلم في الحكايه دي. عادل انت قلت ايه؟ قبل التشخير، الكوبليه اللي قبل التشخير، تضحك عليه وتاخد الورث؟ هو الراجل جدك ده غني للدرجه دي؟ الراجل عمره يجي 100 سنه، وفي الحقيقة العلمية مفيش إنسان باستطاعته أن يعدي حاجز 100 سنة في الحقبة التاريخية الحالية. صباح الخير يا تيتا. صباح الخير يا ياسمين. هو بابا نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا مجيدة. صباح الخير يا نعام. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا تيتا. ايوه عادل نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا مامي. صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا خالتو. صباح الخير يا طن. صباح الخير يا نجلاء. هو ابي عادل نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير. صباح الخير يا مجيده. صباح الخير يا سناء. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا سناء. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا عمته. هو عادل نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا مامي. صباح الخير يا حبيبتي. صباح الخير يا نوجة. صباح الخير يا رانيا. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا مامي. صباح الخير يا حماتي. صباح الخير يا رانيا. صباح الخير يا سناء. صباح الفل. مامي هو عادل نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير. السلام عليكم. رمزي. هلا رمزي. يا رمزي انت يا زفت يا رمزي. نعم يا دولة.
خد شد لي التلغراف ده. لا يا دول انا مش هقدر اشد يا عم. بص انا دراعي خد لين من ليله امبارح من شيل التماثيل دول. وبعدين على فكره انا هروح اربطها برباط ضغطي دلوقتي. ضغط انت اللي هترفع لي ضغطي. رمزي هتروح مكتب التلغراف تبعت التلغراف ده لجد. يلا. حاضر يا دول. دول هو الا جدك دون يعني اكبر منك؟ لا هو من دوري تقريبا يعني، او يمكن حتى كمان انا اكبر منه بشهرين. طب هو دلوقتي يعني عنده كم سنه دول؟ يعني جدي بقى ربنا يديله الصحه يعمل له من 65 ل 90 سنه. طب دوله هو يعني ايه يعمل له؟ يعمل له يعني يجي له يعني. مين بقى اللي هيجي له؟ رمزي انا انت عارف يا رمزي ايه اللي مصبرني عليك؟ ايه بقى يا دوله اللي مصبرك عليا؟ ايه؟ تصدق ولا حاجه، ولا حاجه مصبرني عليك. اطلع بره يا رمزي، اطلع بره، ابعد عن وشي، اطلع بره. طيب يا عم بقى خلاص. دوله هو جدك رواش دون يعني لما هو بعت لك الجواب على البازار ينون على العنوان ده، امال ليه بقى هو عايز عنوان تاني ليه؟ هيجي يسكن في البازار؟ انت مالك؟ يلا اتكل على الله. طيب امال هيسكن فين؟ طيب انت مالك؟ اطلع بقى، اطلع بره. ماشي بقى يا عم بقى، الواحد ما يستفسرش في حاجه. سأتي قريبا، سأتي قريبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه انا ازاي اوافق ان كنتوا تتوهوا بابي؟ يا ماما احنا عارفين ان انت ما وافقتيش ولا حاجه يا ماما. بس سيباكوا تعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه. يا ماما يعني احنا سيبناه يبات في الشارع؟ ما هو بقت عند خالتي سميحه في شقتها الشرحه السرحه البرحه دي من وسعها يا ماما، يلعب فيها كوره ويقسم ويباظ ويلعب ماتش كوره هو واصحابه. في اصلا واحد عمره عدى ال 100 سنه بيلعب كوره اصلا؟ انتي اصلا ما تعرفيش جدي ده. بصي جدي ده فظيع، بيلعب كوره وبيلعب كره سله وبيلعب كره باسكت، وفظيع فظيع فظيع. غير بقى الايقاع المائي، غير الباليه المائي، غير الجمباز، غير السباحه العاديه. طبعا دي انشطه كتير جدا. ماما 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 على فكره انت مش زعلانه عشان احنا ادينا جدي عنوان غلط، لا انت زعلانه عشان ادينا له عنوان خالتي، لان انت اصلا ما بتحبيش خالتي وفي مشاكل بينكوا، صح؟ صح يا ماما، حتى بالامانه ما بتكلميش خالتي بقالك 25 سنه. عشان خدت السلسله القلب ام فصين اللي امي اشتريتها لي. قلب وفص ايه يا ماما؟ دي 18 جنيه وفالصو. وبالمناسبه السعيده دي عملت لكم عصير برتقال بالحبيبات فظيع فظيع فظيع، بس صبيت كوبايه واحده ليا. دولة حبيبي حبيب قلبي، ازيك يا دولة؟ يا الواحد تعب من طلوع السلم، ازيك يا دولة؟ انت ايه اللي في ايدك ده؟ دي كوبايه عصير يا دولة. لا يلا اللي في ايدك التانية يا غبي. لا يا دولة دي بقى الشنطة الصغيرة اللي جدك رواش قال لي خد طلعها، هادي يا رمزي وانا هطلع الشنط الكبيرة بقى. وبعدين قال لي كمان انت خيخة باين عليك. يا يعني ايه خيخة دي يا دولة؟ خيخة؟ خيخة دي كلمة محدش بيستعملها من زمان، هي عموما شتيمة، بس بالنسبة لك انت تبقى مدح يعني. الراجل ده استدل على عنواننا ازاي يا عادل؟ مش انت اديت له عنوان خالتي يا عادل؟ يا حبيبي يا بابي اخيرا سيلتقي الشتات. انا عايز اقول لكم يعني ان احنا وخالتي واحد يعني. يعني ايه بقى ان شاء الله؟ يعني مالوش خير في اهله مالوش خير في البازار. انت ايه اللي موقفك هنا؟ اطلع البازار يلا يا رمزي. لا يا دول انا عايز احضر اللحظة التاريخية دي يعني يا عم بقى، لحظة وصول المومياء. بعدين يا جماعة على فكرة يعني من غير ما تندهش ولا تضايق ولا أي حاجة، قبل ما يطلع جدي هقول لكم بسرعة إن أنا كنت فعلا كتبت العنوان بتاع خالتي، وبعدين إيه لقيت ضميري صحي وقال لي إيه يالا عادل أنت بتستهبل، ضميري صحي وقف لي، ده جدك يالا، يعني الجذور، يعني الأصالة، يعني العراقة، يعني الكرامة، يعني أبو أمك. يعني انا يعني انت يعني على بطنها تنور على صدرها تنور. اطلع من دول، انت بتعمل ده كله عشان المراس. وفيها ايه يعني؟ انا بضرب عصفورين بحجر، حجر منهم هيجي في ان انا الم جدي وشوتات جدي من الشوارع، الحجر التاني ان شاء الله يضمن لنا حقوقنا باذن الله يعني. يا رانيا يا رانيا انت عموما بعد كده هتشكرين ان شاء الله لما تلاقي نفسك بتصيف في فرنسا. يا دولة والنبي ابقى خدني معاك يا دولة. ها بس ابقى اقطع لي الفوزيتا يا دولة يا نقلو يا ان شاء الله جدي بقى هيقطع لنا كلنا الفوزيتا.
الواد الهافه اللي اسمه عادل.